عندك الأستاذ هشام قاسم كتب فيما يبدو أنه رسالة كده لكامل الوزير، بيقول له إيه هشام قاسم؟ بيقول له: عزيزي كامل الوزير، محطة سيدي جابر اللي كانت واحدة من أول وأهم محطات السكة الحديد بقت حالتها صعبة قوي، بداية من سير كشف الشنط العطلان والتفتيش المهين لبعض المواطنين كبديل، بعد ذلك مباشرة بنجد أن السلالم الكهربائية عطلانة والمصعد عليه زحمة نتيجة هذا الفشل اللي بقاله سنة على الأقل. هل تعتقد يا أستاذ هشام أن كامل الوزير فاضي يحل مشاكل الناس؟ لا، كامل الوزير يهمه ياخد فلوس الناس. يقول لك من باب الضبط والربط. طيب تمام، أنا ممكن أتفق معاك في بعض الأمور ان يبقى فيها ضبط وربط وتبقى الدنيا كويسه لمصلحه المواطن مش لمصلحه الايه الباشا اللي قاعد على راس الوزاره. وعشان مصلحه المواطن برضو عايزين تكييفات وعايزين حمامات وعايزين ابلكيشن على الموبايل وعايزين تربطوا لنا الكارت بتاع المترو بالاتوبيسات، واللي يركب مواصله مش لازم يتحسب عليه كل مواصله، لا، زي الدول المحترمه ممكن مثلا يديك 3 ساعات، ده في باريس على سبيل المثال للحصر، يعني يديك 3 ساعات تستخدم عدد معين، اي عدد من المواصلات المربوطه على كارت واحد مقابل اجر معين، مثلا 2 يورو مثلا 3 يورو، خلاص بتركب من اول ما بتبدا لحد ما بتوصل عندك 3 ساعات. مش احنا هنا يقول لك اقعد ساعتين ومش وده ايه ده بتمن واحد بس، ركبت اتوبيس، ركبت مترو، ركبت حاجه تانية ليها علاقه بالنقل العام زي مصر مثلا، عندنا كذا حاجه، مترو اتوبيس، وعندنا الاتوبيس النهري، حاجات كلها تتبع للنقل العام. هم مش عايزين كده، هو عايزين يفضل ايه بتاع المترو بياخد بتاع المترو في جيبه، وبتاع الاتوبيس النقل العام بيحط اللي بيجي له الغله اللي بتجي له في جيبه، وهكذا. ليه؟ عشان ده لمصلحته، بس ده مش لمصلحه المواطن. طيب دي اول غرامات يعملها كامل الوزير؟ لا، تعالوا نفتح الارشيف الاسود لكامل الوزير، الوزير المحبب لعبد الفتاح السيسي صاحب الخلفيه العسكريه، ونشوف كده ارشيفه مليان بغرامات قد ايه على المواطنين المصريين. نبدا من اليوم السابع لما قالت لنا مره عن ان في غرامه تصل ل 20,000 جنيه عقوبه قائد سياره النقل، نقل الركاب بدون تصريح. فاكرين الكلام ده؟ 25 مايو اللي فات جددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحذيرها لركاب القطارات على جميع الخطوط من تكرار ظاهرة الجلوس على أرفف الحقائب ومتعلقات الركاب داخل عربات القطارات، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الركاب وعدم تعريض حياتهم للخطر، وإلا هتدفع يعني هتدفع. طيب نرجع تاني يعني للفكرة، فكرة إيه؟ إن لازم تدفع. ادي 5,000 جنيه لو قعدت على المكان، زي ما قلت لك، زي ما قال لك كده، غرامه تصل ل 5,000 جنيه تحذير جديد من السكه الحديد للركاب. وعندك كمان واحده 5,000 جنيه ضيفها للقوائم اللي كامل الوزير بيبرع فيها، اللي هي ايه؟ غرامات على المواطنين. طيب الناس لما لقوا الموضوع كبر كده طلعت هيئه السكه الحديد قالت لك لا ما حصلش، احنا مش هنفرض 5,000 جنيه ولا حاجة، ودي القنوات المغرضة والقنوات اللي بتنشر الشائعات. بينما يا جماعة الاخبار منهم وفيهم، يعني الخبر بتاع 5,000 جنيه ده احنا جبناه من صدى البلد، يبقى يمكن هما شايفين ان صدى البلد هي اللي بتنشر الشائعات ولا حاجة.